ممكن اشوف الخاطب في كوفي شوب، يعني اروح معاه قهوه. انا بالنسبه لي جواب نعم ممكن، ما في مشكله، بس انا افضل انه يروح معك احد من اهلك يعني. وممكن اذا راح احد من اهلك يقعد على طاوله ثانيه يعني غير طاولتكم، انتوا قعدوا بهالطاوله وخلي مثلا احد من اهلك يقعد في الطاوله الثانيه وانتوا سولفوا تعرفوا على بعض يعني كخطبه. انا بالنسبه لي ما في مشكله. هل يجوز للخاطب الخروج مع خطيبته بوجود محرم؟ المخطوبة امرأة أجنبية، مخطوبة امرأة أجنبية، فلا يجوز لها ذلك. ما يجوز أن تخرج معها، ولا يجوز أن تنفرد بها وأحبك وأنا أحبك، ما يجوز. أجنبية هذه ما زالت أجنبية، كل ما في الأمر أنكم اتفقتما على ستتزوجون، بينك وبين أبوها وبين هذا ستتزوج بس، لكن ما تم شيء إلى الآن، لا يجوز الخروج معها. الذي أمين له لا يجوز حتى مكالمتها بالتليفون ولا شيء أبدا، ولا رسائل واتساب ولا شيء، ما يجوز. أجنبية تبي تدز لها شيء واتساب أمها، دز واتساب أمها خالتي قولي حق فلانة كذا، خالتي وصيها الرسالة كذي، لأن الشيطان حاضر. في ناس على الخطبة هذه ثم وقع المحظور قبلة أو لمسة أو كذا، لأن الشيطان موجود ويقول لها أنت بتصيرين زوجتي أصلا، خلاص خلصنا عنه بتصيرين، ما صارت بعد. فنتقي الله تبارك وتعالى وندير بالنا على بناتنا، ولا نأذن لهن بالخروج مع هذا بحجة أنه خطيبها، وهذا كلام فاضي هذا، يعني هذه جاءتنا من الغرب هذه أو من خارج البلد، لا يجوز العمل بها، والله المستعان.